السلام عليكم، جئتكم بأفضل موقع للربح من مشاهدة الإعلانات أو الربح من مشاهدة الفيديوهات. يمكن لأي شخص مبتدئ على الإنترنت ولا يفهم أي شيء في الإنترنت أن يحقق الربح من هذا الموقع وبهذه الطريقة البسيطة جدا. إذا لكي لا أطلع عليكم، فرابط الموقع ستجدونه أسفل هذا الفيديو. والآن إلى الشرح. إذا كما تلاحظون معي، هذه واجهة الموقع، واجهة بسيطة جدا، موقع متخصص في الربح من مشاهدة الفيديوهات أو مشاهدة الإعلانات. كما قلت لكم في البداية، يمكن لأي شخص مبتدئ ولا يملك أي تجربة ولا أي خبرة في الربح من الإنترنت أن يحقق المال من هذا الموقع وبهذه الطريقة. جيد، إذا للتسجيل في هذا الموقع ما عليكم إلا الضغط على سيناب كما تلاحظون معي هنا في الأعلى. إذا هنا ستدخلون الاسم، ثم هنا النسب، هنا تاريخ ازدياد، هنا ستختارون هل أنت ذكر أم أنثى، هنا ستدخلون الإيميل، هنا الرقم السري، ثم تضغطون على أنكم لستم روبوتا، ثم تضغطون على إنشاء الحساب بكل بساطة. جيد، إذا أنا بالنسبة لي سبق وأن سجلت حساب على هذا الموقع، إذا سأضغط على لوجين، ثم سأدخل هنا الإيميل ثم الرقم السري. إذا بعد إدخال البريد الإلكتروني ثم الرقم السري سيوجهكم الموقع مباشرة إلى هذه الواجهة. إذا هذه هي واجهة الموقع. إذا بالنسبة لي أنا لدي هنا 5.61 دولار، يعني حققتها من خلال مشاهدة الفيديوهات. جيد، إذا لاحظوا معي هنا في الأسفل، إذا هنا ستجدون هنا يعني فيديو في كل مربع أو في كل خانة، هنا فيديو، هنا فيديو، هنا فيديو، هنا فيديو، وهنا فيديو. هنا إذا شاهدت هذا الفيديو ستكسب عنه 0.61 دولار. إذا الآن سأتوجه إلى هذه الخانة، هذا الفيديو شاهدته، والآن سأتوجه إلى هذه الخانة وستشاهدون معي كيف سأحقق المال فقط من مشاهدة هذا الفيديو أو هذا الإعلان. إذا سأضغط هنا على الفيديو الثالث، سأحذف هذه الصفحة، سأعيد مرة أخرى، سأضغط على الفيديو هنا. إذا لاحظوا معي هناك هذا الفيديو، هذا الفيديو إذا شاهدته سأربح من خلاله 0.47 دولار، وأنتم لدي الآن لاحظوا معي 5.61. إذا سنرى هل فعلا ستضاف هذه الأرباح أم لا. إذا سأضغط هنا على مشاهدة الفيديو، نعم سأحذف هذه الصفحة، ثم سأعود سأضغط على الفيديو. إذا هنا سأنتظر، لاحظوا معي سأنتظر هنا، سأنتظر 34 ثانية، اسمح قم بتخفيض الصوت، سأنتظر 34 ثانية ثم سأرى هل فعلا سأكسب 0.47 دولار أم لا أمامكم. ثم بعد ذلك سأضغط على إنهاء أو لا كومبليت، ثم سأرى. إذا سأنتظر. إذا لاحظوا معي كانت عندي 5.61، الآن سأقوم بإعادة تدوير الصفحة. نعم، إذا كما تلاحظون معي بعد أن قمت بإعادة تدوير الصفحة، نعم فعلا كسبت 0.47 دولار، أصبحت لدي الآن 6.08 دولار إخوان، بطريقة بسيطة جدا. إذا الآن سأتوجه إلى الفيديو الرابع، سأضغط على الفيديو الرابع، ثم يعني أيضا سأشاهد هذا الفيديو وسأحقق من خلاله 0.52 دولار، ثم سأضغط على إنهاء أو لا كومبليت، ثم سأقوم بإعادة تدوير الصفحة. إذا كما تلاحظون معي، نعم حققت 0.52 دولار. أيضا سأشاهد الفيديو الخامس بنفس الطريقة، ثم سأضغط على إنهاء، ثم سأقوم بإعادة تدوير الصفحة. إذا كانت لدي 0.52، نعم إذا كما تلاحظون معي أصبحت لدي 7.16 دولار من خلال مشاهدة هذه الفيديوهات. الموقع يتيح لك مشاهدة 5 فيديوهات في اليوم، وبعدما أن تمر 24 ساعة سيعطيك الموقع فيديوهات أخرى وأرباح أخرى. هكذا يمكنك أن تحقق مبالغ مالية كبيرة جدا فقط من خلال مشاهدة الإعلانات. الآن سأريكم طريقة أخرى رائعة جدا للربح من هذا الموقع، وهي من خلال مشاركة الرابط الإحالة الخاص بك. فأي شخص تسجل عن طريق الرابط الإحالة الخاص بك فإنك ستحقق 1 دولار الإخوان، 1 دولار عن كل شخص تسجل من رابط الإحالة الخاص بك، فإنك أنت ستحقق 1 دولار وهو سيحقق 5 دولار. نعم هذا هو الجميل في الموقع. بالنسبة لي مثلا أنا، ما سيشترك من رابط الإحالة الخاص بي فإنه سيحقق 5 دولار وأنا سأربح عنه 1 دولار. طريقة رائعة جدا للربح
طبعا من هذا الموقع اخوان صافي. اذا ساقوم بمشاركه الرابط الاحاله، هذا هو الرابط الاحاله الخاص بك مع الاصدقاء، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على التليجرام، على المدونه، على اليوتيوب، على جميع الوسائل المتاحه، فيمكنك مشاركه الرابط الاحاله الخاص بك. جيد، الان ما هي الوسائل المتاحه لسحب الارباح من هذا الموقع؟ اذا هنا جميل في هذا الموقع، هناك الويسترن يونيون، والحد الادنى للسحب هو 100 دولار، كما ايضا يمكنك ان تسحب حينما تصل الى 150 دولار والى 200 دولار، والبايبل، الحد الادنى للسحب هو 80 دولار، ايضا 100 دولار و150 دولار، وهناك ايضا الويب موني، وهناك الباير. يعني حقيقة وبكل صدق موقع رائع جدا، فهناك وسيلتان رائعتان للربح او لسحب الارباح من هذا الموقع، وهي الويسترن يونيون، واعتقد بان الجميع في جميع الدول توجد الويسترن يونيون، وايضا البايبل، اعتقد بانك لابد ان تتوفر على حساب على البايبل. اذا الان في الاخير اتمنى ان يكون هذا الفيديو مفهوم وواضح، فان كان لكم اي تساؤل فلا تترددوا بتركه اسفل هذا الفيديو، والى الحلقة القادمة ان شاء الله.